النهارده اليوم العالمي للموظف، تحب تقول فيه ايه؟ احب اقول يا بخت كل موظف دلوقتي متوظف. وعايز اقول بس حاجه صغيره، لو حد قدامه وظيفه ومش عايز يروحها يبقى هو كده في حته غريبه خالص. في يوم علامه للموظف اقول له انت كل يوم تقول الحمد لله يا رب ان انت وظفتني وظيفه اعرف اعيش فيها في حياتي ومماتي. يعني يا رب يكون عبدهم كويس ومستريحين في الشغل والمديرين مش مطلعين عينهم وربنا معاهم. صباح الفل. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. انت موظف ولا حاجه؟ انا كنت موظف في سكه الحديد على المعاش. حسبي الله ونعم الوكيل. لو هنتكلم بجد فاي حد مقتصر على الوظيفه فعلا نصيحه ان هو يستقيل على طول. يعني انت انا شايف ان العمل الحر اهم، يعني مستقبله احسن بكتير لاي حد موظف. احب اقول للموظف يعني هو موظف ويوم عالمي ايه؟ وموظف لا ياكل عشان يعمل له يوم عالمي. ايوه يا عم، يوم عالمي للموظف. يوم عالمي للموظف ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني الاحتفاليه بتاعت الموظف. نعمل له احتفاليه بقى، نجيب له تورته يعني، ولا نديله مرتب زياده ولا ايه؟ مش فاهم. بقول ان كل المفروض ان كل واحد يهتم جدا بشغله، وكل واحد يشتغل بالحاجه اللي هو حاببها، ما يش مجرد روتين يومي بيروح بيه للشغل يرجع للبيت. اقول ان الناس تشد حيلها عشان خاطر مصر وعشان خاطر البلد، تقوم البلد مش هتقوم غير بينا احنا طبعا. والمفروض يعني ناس ما تستقلش بمرتب وكده، حتى لو هيشتغلوا في مكان تاني كمان وفرصه تانيه مفيش مشكله. محتاجين نركز شويه في شغلنا لان شغلنا هو اللي هيخلينا نتقدم اكتر. يعني تقول ايه لمديرك؟ بشكره، المدير بيتعاملوا معانا حلو وكويس. اه والله العظيم بيعاملنا كويس وبيعاملنا حلو والدنيا تمام. بامانه المدير بتاعي ما شاء الله عليه بجد، يا مهندسه هبه من افضل المديرين اللي اتعاملت معاها في حياتي بصراحه، وبجد يعني مش هلاقي مدير زيها تاني. المدير يقول له يخف عنا شويه، يعني يخف خصومات ويخف معامله، يعني عاملنا زي اخواته الصغيرين يعني مش اكتر. بامانه حس بينا شويه. حس بينا شويه، لان انت لما تحس بينا اكيد هنبقى احسن واحسن يعني.